ايش هو يفكر فيه هنا في تونس؟ موجود شو 45 دينار على شكون يتمركوا؟ 45 دينار تاخذ في 1000 ونص في النهار؟ ما يهزوا الزواجات ماشي وجاي للفاكولتي. اذا كان ضوها مش لاباس عليه ما تخمدش تقرا ما يخلطوش. يعطيك الصحة. والله تولي ولي جايين من الابعاد هذوما. والله نسمع ساعات حكايات. انا عندي اني مسكنات. حكايات دوخ المخ قال في حي الرياض بكسكروت. اني راه في العشر. اي بكسكروت. سهر نخرج في الليل نسهر ونشوف كل شيء. شيء اسف. والراس المال في امريكا هو العبد لا تريما. احنا في تونس هكا كان عنا راس المال لا تريما زاد اخر ما خمو في تريما هما اول ما خمو احنا راس مالنا لا تريما خاطر تونس ما عندهاش موارد ما عندهاش دي ريساش ما عندهاش دي بترول ما عندهاش الغاز احنا نطبقوه احنا عنا راس راس المال فما اخي بطاطس هما فهموا كل شيء الدولة عظمى كاكا وبرا خير تقرح نقدر بدور عظمى. اذهب اذهب اذهب.